السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير طيبين. طبعا هلأ حنسوي لكم فيديو كيف تنزلوا لعبة أنداون النسخة الصينية على أجهزة أندرويد، وهي الطريقة كلها لازم تكونوا موجودين في سيرفر الديسكورد الموجود في الديسكريبشن وبأول تعليق. قبل ما نبدأ بالمقطع يا شباب، ياريت تشتركوا بالقناة، أهلا وسهلا فيكم، ولايك وشير وليتس جو. طبعا مثل ما شايفين هذا سيرفر الديسكورد، بتفوتوا على روم اسمها announcement، وبروم announcement مكتوب الطريقة. اول شيء اشتراك واللايك طبعا، ثاني شيء في برامج لازم تنزلوها اللي هو ويتشات، والبرنامج الثاني اللي هي تاب تو ترانسليت. وانا حطيت لكم الرابط، هذا هو الرابط عشان تنزلوا اللعبة، واخر شيء تشوفوا مقطع اليوتيوب عشان تعرفوا كيف لازم تحملوها. اول خطوه بننزل برنامج ويتشات، لانه هذا البرنامج اللي نحن حنستعمله لنسوي لوج ان ونسوي حساب باللعبه ونلعب باللعبه. مثل ما شايفين انا منزله للبرنامج اوريدي، انتم بيطلع لكم انستول، طبعا بتنزلوه وتفتحوا البرنامج وبتسووا فيه حساب. طبعا بتشوفوا هلا انا حفتح البرنامج، بتشوفوا انه انا مسوي فيه حساب، بيطلع اسمي هلا، بس حط على مي موجود احمد. تمام، اوكي، هاي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه، مثل ما قلنا لكم لازم تنزلوا برنامج اسمه تاب تو ترانسليت. هذا البرنامج عشان يترجم لكم الشاشه من الصيني للعربي او الانجليزي. طبعا بتلاقوه كمان بالستور، بس تكتبوا تاب تو بيطلع لكم البرنامج. انا كمان مثل ما شايفين انا منزل البرنامج، انتم بتسووا له داونلود. هذا هو البرنامج، بتختاروا اللغة اللي هي شاينيز، واللغة الثانية انجليزي او عربي، اللغة اللي انتم حابين تترجموا للعبة. والخطوة المهمة انكم تنزلوا اللعبة من هذا الرابط، بس تضغطوا على هذا الرابط بياخدكم على جوجل درايف، بتختاروا حسابكم وبتبلش اللعبة داونلود. طبعا هذا الـ APK، عم تنزلوا الـ APK حاليا من الدرايف، انا حاط لكم اللعبة على درايف، وعندي طبعا العاب ثانية. انتوا لو حابين اعملكم مقاطع تانية على العاب انتوا بتطلبوها او حابين تشوفوا او حابين تلعبوها او تجربوها على اي جهاز اندرويد، خبروني اسم اللعبة وانا بسوي لكم الطريقة وبجيب لكم اللعبة APK، بحيث انه ما تنزلوا اي برامج ثالثة طرف ثالث، او يعني مثل برامج ستور مثل تاب تاب او برامج تانية، عشان ما يكون فيه فيروسات وتنزلوها على جهازكم. طبعا بحط لكم الاي بي كي مثل ما هلا انا مساوي ومثل ما سويت بمقاطع ماضيه، بس تضغطوا على الاسم او على الرابط تبعت الاي بي كي وتحملوا اللعبه، وان شاء الله ما في اي فيروسات، ما في اي شيء، هي هي اللعبه اللي حتنزل لكم دايركت. طبعا هيك اللعبه تقريبا 1200 ميجا، بس تنزل اللعبه بتساوي انستول. هلا اللعبه عم تساوي انستول، اوكي، بيقول لك انه بدك تحمل اللعبة. طبعا اللعبة مثل ما قلت لكم النسخة الصينية، هي بعد ما نزلت البيتا ولا نزل النسخة العالمية تبعت اللعبة، هم حاليا شغالين عليها. اللعبة حلوة وممكن تشوفوا جيم بلاي، انا كنت منزل جيم بلاي او مسوي بث ستريم على اللعبة. طبعا انا اللعبة عندي منزلها اوريدي، كنت هلا ممكن نسوي لها بس ابديت، بتحطوا له اوكي انه يستعمل المايك وال تعطوه بيرميشن. تفتح اللعبة، طبعا بيكون في ابديت للعبة بس تفتحها، كمان تقريبا شي 2 جيجا. اول ما تفتح اللعبة بصير الابديت، انا يمكن مسوي الابديت، هلا بنشوف. المهم انتم بتسووا له ابديت للعبة، متى ما خلص الابديت بياخذكم على قائمة اللوج ان. تمام، هذا هو الابديت تبعية اللعبة. يمكن عندكم ياخذ وقت اطول، لانه حتكون 2.8 اعتقد مساحة الابديت. وبس سووا ابديت بياخدكم انتو على، او بعد ما تسووا لوجن، مش هاي الخطوة، هلا هاي الخطوة بدكم تسووا لوجن. هون بيجي برنامج الويتشات الاخضر، طبعا تضغطوا عليه، بعدين تضغطوا الزر البرتقالي، لازم تحطوا اشارة الصحي اللي تحت، بترجعوا بتضغطوا عليه عشان ياخدكم على البرنامج اللي انتو مساوين فيه لوجن اوريدي للبرنامج. ممكن ترجعوا تحاولوا مرة تانية، بعدين بيساوي لكم لوج ان لحاله، لوج ان، بيدخلكم على اللعبة. في شيء كتير مهم يا شباب، لو حابين تلعبوا مع بعض لازم تختاروا سيرفر واحد. انا مختار سيرفر رقم 17، اللي حابب يلعب معي
يروح يختار السيرفر ينزل على 11-20 ويختار سيرفر 17، لأنه إذا اخترتوا أي سيرفر ثاني غير سيرفر 17 ورجعتوا بدكم تلعبوا مع أصدقائكم أو معي أو مع أي حد ثاني وهو بسيرفر ثاني، لازم تحولوا السيرفر للسيرفر اللي هو فيه. ولما تحولوا السيرفر اللعبة بتسوي لك ريسيت للليفل وريسيت لكل شيء، يعني كل شيء أنت اشتغلته باللعبة حيروح عليك وحيتصفر وحترجع تبدأ من أول وجديد. طبعاً هاي هي طريقة تحميل اللعبة، وياريت تكونوا استفدتوا. خبروني في التعليقات أو بعتولي على الديسكورد لو عندكم أي سؤال، عندكم أي شيء. أنتوا أول ما تبلشوا اللعبة حيطلع لكم الكاركتر إنه أنتوا بتكون تعدلوا على الكاركتر وتحطوا له اسم، بعدين بياخدكم على الماب. تمام يا شباب، أهلا وسهلا فيكم، ياريت تشتركوا بالقناة لو مو مشتركين، تحطوا لايك وشير لأصحابكم عشان لو حابين ينزلوا اللعبة يستفيدوا من هذا المقطع. ونشوفكم على ديسكورد، ياريت تدخلوا على الديسكورد، وإن شاء الله نراكم بمقطع قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.